السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مرحبا بكم. أفادت مصادر شبه رسمية أن رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أبدى موافقته المبدئية على تولي منصب الوزير الأول خلفا لنور الدين بدوي الذي طلب إعفاءه من منصبه في ظل رفضه من طرف الكثير من الجزائريين، وهو الرفض الذي تسبب في تعطيل عمل الحكومة ودخول طاقمه الحكومي في بطالة تقنية إجبارية بسبب مطاردة وزرائه عند كل زيارة ميدانية من طرف المواطنين. ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تعيين بن بيتور وزيرا أول خلال الساعات القادمة، كما سيتم تغيير كل الوزراء الحاليين وتعيين وجوه جديدة وشابة ومن الكفاءات المشهود لها. ولم يتم تسريب أي معلومات عن ما إذا كان هناك تغيير على رأس الدولة الجزائرية أم لا، في حال تأكد خبر استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي وتعيين أحمد بن بيتور خلفا له، فسيكون بدوي أول رئيس حكومة يشغل منصبه لمدة قصيرة لا تزيد عن الشهرين فقط قبل الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون. كما سيكون لتعيين بن بيتور في منصبه الجديد أول رد رسمي من السلطة القائمة على رسالة الثلاثي أحمد طالب الإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس، الذين طالبوا في رسالتهم أمس بضرورة بناء دولة القانون في ظل ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدة يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في 20 سنة الأخيرة، وهي دعوة صريحة لقطع الطريق أمام بن بيتور باعتباره قاد أول حكومة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.